مساء الخير يا جماعة. دايما في كل مكان بتلاقي حاجة كده اسمها السلطة، بتلاقي كلب غتت جدا، غبي جدا، كالح جدا، دايما بيحس ان هو اللي هنا واللي هناك. والكلب اللي معانا النهاردة هو غضب. غضب زي ما انتوا عارفين كلب سلطة، كلب غبي جدا جدا جدا، يعني في كمية غتاتة. الكلب ده دايما بيحس ان هو قوي، يعني بصوا ساعة ما يجي يقف قدامي بيطاطي وشه، شغل خباثة، شغل خباثة رهيبة. في كده مادة الخباثة يتخابس، طبعا احنا حاطين معاه انتيتين، يتخابس وتلاقيه يعمل مصيبة، يتخابس ويعمل بلوى. طبعا احنا حاطينه في بوكس لوحده ومعاه النتايتين دول، زي ما انتم شايفين طبعا هو عايش الدور خالص. طيب الكلب ده طبعا احنا ده حتى من غير نتايات، يعني لما بنيجي نحطه مع كرة ولا حاجه، الدكر ده شوف شايفين بصته، يعني بيبص بصه ولا، وتبص تلاقيه اول ما يشوفني يجي جاي يتسحب ويطاطي دماغه تحت ويخش عليا، وشغل خباثه كده، يعني بيعرفني انا بريء يا عم، انا ده انا اغلب واحد هنا في العنبر ده، انا طيب جدا. وتبص تلاقيه لو انت سبته لوحده وطلعت بره وحطيته مع كلاب، باذن الله هتيجي تستلم من تحت ايده جثث. طبعا في نسبه غتاته رهيبه جدا جدا جدا، ونسبه غباء محدش يتخيلها. كنا حاطين هنا غضبانه مع الكلبه دي، تمام. طبعا بتتعارك معاه. طيب انت نتايتين بتعاركوا مع بعض، يجي داخل ضارب الاثنين. طبعا ده جوز الاربعه، كان جوز الثلاثه، كان متجوز الكلبه اللي هناك دي، كلبه طبعا مستواها شعبي خالص، تمام، ومتجوز دي ومتجوز غضبانه. اخر فتره الكلبه دي اتعاركت هي وغضبانه عركه جامده، يعني هو يعمل ايه؟ هو يجي داخل على الاثنين. المفروض ان دي انتيات، انت ما تعملش عقلك بعقلهم يا عم الحاج، لا مفيش فايده. حطيته مع جراوي ممكن ياكلهم، حطيته مع كلاب كبيره ممكن ياكلهم. ودايما احنا من يوم ما ربنا غضب معانا في المزرعه، حتى في المزرعه القديمه، واحنا بناخد احتياطاتنا منه جدا. غضب خبيث جدا. وفي حاجه بقى كمان في الكلب ده، دايما بيحس بسلطته وسط النتات ووسط الذكوره ووسط الجراوي. ولو انا فتحت له المجال شويه في الشراسه مع البني ادمين، لا صدقوني مش محدش عارف يفصله. الكلب ده في طبع كمان، لو في كلبين بيتعاركوا مع بعض وانت داخل تسلك بينهم، يهجم عليك انت. هو عايز يتفرج، عايز يشوف، عايز يشوف الدنيا بتولع في بعضيها، عايز يشوف المهرجانات. وتيجي بقى يتقرب منه كده، يعني هو عارف ان انا بنصوره دلوقتي، بصوا عامل ازاي، يقعد كده ويتخابس ويستهتن، وتحس ان هو لا اله الا الله، ضعيف، غلبان، ملوش حد. بص 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 شايفين بيبص لي ازاي، بص بص الخباثه، بيبص بعين ونص. ناس كتير بتقول الكلاب البيتبول علي النعمة، ده انت فضحت الكلاب البيتبول في الدنيا كلها، ده انت في خباثة يعني الناس لو شافت الفيديو ده تخاف من تربية الكلاب البيتبول، تقلق منها بسبب اللي انت بتعمله ده. طبعا شايفين، بص 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 نظراته، بص نظراته، بص نظراته، يعني بيبص من تحت لتحت، بص 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 بيعمل ازاي، بص بيعمل ازاي، بيقرب. طبعا القصة انتظروني بإذن الله في قصة قريبة جدا مع غضب ومكة. هنا اسمها اهو لو لاحظنا، علشان نتكلم عن سلطة الراجل على الحريم اللي معاه، وهل ان ممكن الراجل في يوم من الايام يطاطي، وهل ان ممكن الراجل يعيش مكسور. طبعا ده مش معناه ان احنا خلصنا قصة مظلوم وحوارات، لا، قصة مظلومة حوارات يا جماعة شغالة زي ما هي، بس انتظرونا في القصة الجاية بإذن الله عن قصة غضب ومكة. وفي الفترة اللي جاية دي هنسمع قصص كتير ونشوف قصص كتير. القصص دي ما بتبقاش ترمية على حد ولا كلام على حد، احنا بنعمل قصص من وحي خيالنا ومن دماغنا، بس بنحاول نقرب بيها لعالم البشر، وبنحاول نقرب بيها للطباع اللي احنا شايفينها الأيام دي والاخلاق اللي احنا بنشوفها الايام دي. مكة بتفكر تعمل صفحة على التيك توك
وتبين نفسها وغضب واخد قرار وواقف لها زي الاسد بيقول لها مش معقولة بعد ما عشت المدة دي كلها راجل تيجي في يوم والناس تقول عليا قرني او يقولوا عليا طبعا حاجة زي كده. غضب رافض الموقف ده خالص. لو حابين تسمعوا القصة دي هنكملها مع غضب ومكة اكتبوا لنا في الكومنتات، منتظرين القصة واحنا بإذن الله هنكملها معكم. مكة طبعا كل فكرتها ان هي تفتح صفحة على التيك توك، مش هتبين حاجة ولا هتعمل حاجة، هي هتبين حاجات بسيطة او هتلبس لبس طبعا ملفت للنظر وتكسر رجولة غضب. طيب هل مكة لو فتحت صفحة على التيك توك الناس هتبدأ تغلط في غضب وتتكلم عنه وتتكلم عن الراجل اللي عايش معاها، ولا الواحدة لو فتحت صفحة على التيك توك وابتدت ان هي تبين جسمها وتبين هدومها وتعمل لفت نظر لعيون الناس، هل في الحالة دي مين اللي الناس هتلومه، هل هي ولا جوزها؟ فده هنشوفه في الحلقات الجاية وفي القصة الجاية بإذن الله. سلطة الراجل في بوكسته ودماغ الست اللي هي طبعا بايظة خالص وكل فكرتها الشهرة والنظرة ليها، ما تفرقش بقى معاها الشهرة ان كانت على حساب جسمها وحساب لبسها والحاجات دي كلها، ولا الشهرة على حساب طبعا نظرات الناس ليها والكلام ده كله. وهل الراجل هيوافق ان مش هنقوله حتى يعني ان هي تظهر ببنطلون، لا هيوافق عامة ان مراته تظهر على مواقع السوشيال ميديا وعلى التيك توك بالاخص، يعتبر اكبر موقع اثار عقول الشعب المصري طبعا، ولا هل مكة هترجع في رأيها وايه الكلام اللي هيحصل الفترة الجاية؟ طبعا هي بدأ ان هي تسلط عليه امها واخواتها وابوها واصدقائها، لا لا عادي الموضوع عادي، بتقول لغضب طبعا الموضوع عادي ما فيهوش اي مشاكل، مش هيحصل حاجة طبعا، هم نايمين دلوقتي طبعا، بتقول له مش هيحصل اي مشاكل عادي خالص، وما تسمعش الكلام الناس والكلام اللي احنا بنقوله ده، بس اوعى تنسى ان نظرات الناس في وراها رضا ربنا او غضبه عليك. تحياتي لكم جميعا، لو انتوا حابين تسمعوا القصة دي وتتابعوها مع غضب ومكة بإذن الله اكتبوا لنا في الكومنتات، وصدقوني مش هنتراجع وهنسمعكم القصة دي بطريقة جميلة جدا، وهيكون بطلها طبعا غضب ومكة في الفترة الجاية. تحياتي للجميع، وانا ده بناء ان انا عرفت ان في ناس كتير معايا على القناة بيحبوا فكرة القصص دي، فتابعوني. هل مكة هتنفذ اللي في دماغها وتطلع على تيك توك وتبين لحظات من جسمها بدون قصد، تعمل نفسها ان هي مش قاصده يعني، تمام؟ ولا غضب هيطلع راجل ويرفض الكلام ده، ولا هيطلع في الاخر قرني؟ تحياتي للجميع ويلا بينا، مع السلامة يا جماعة، واوعى تنسوا تكتبوا في الكومنت.